في المقطع التالي شجار بين مجموعة من الشباب وعناصر من الشرطة حاولوا مصادرة دراجاتهم النارية، الأمر الذي أدى إلى إطلاق النار من قبل عناصر في الشرطة الحكومية لتفريق الشباب إلى جانب اعتقال عدد منهم. نشطاء مواقع التواصل قالوا إن هذه الصور تثبت التحقيق الفعلي للوعود التي أطلقها محافظ المثنى والتي لم تلتزم بها القوات الحكومية والتي ربما كانت كما يقولون فقط للاستهلاك الإعلامي.